واحنا شفنا ان لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك ازاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا ايضا ازاي التحرك والاجراءات تم تنفيذها بفاعلية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إن احنا نتحرك بفعالية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعمل له كل حاجة حلوة. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية، الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك، وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية. يبقى نقطة في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الافريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنية الاساسية القارية، البنية الاساسية القارية لافريقيا هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا كلمنا فيه في سد انجا وحاجات اخرى كثيرة، ان النهاردة لو المئة مليار تم ضخهم في صورة، انا بتكلم النسبة المخصصة للقارة الافريقية على سبيل المثال، تم ضخهم كل دولة كانت مخصص انها هتدفع رقم، المانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. انا قلت ان الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما ان هم كان التزام في الوقت دوت بالمئة مليار دولار قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات، المانيا هتعمل هتحط 5 مليار في افريقيا، خلي الشركات الالمانيه تعمل بال5 مليار في مشروعات لخدمه البنيه الاساسيه القاريه. فرنسا هتشتغل او هتقدم 4 مليار 5 مليار اي رقم تاني، تقوم الشركات الفرنسيه بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية، وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول.